إذا مكملين معكم بالدنيا عيد، وضيفتنا اللي من الصبح ما بنحكي لكم مين هي عشان مفاجأة هي سلمى غزالي، وأول مرة رح نشوف زين وتايم معها. صباح الخير سلمى. صباح الخير حبيبتي، عيدكم مبارك وكل سنة وأنتم سالمين وكل الأردن سالمين، وأنا كثير مبسوطة كل عام وانت بألف خير. اشتقنا لك كثير، بعرف قد ايه مشتاقة للأردن أكيد مشتاقة كثير لرؤيا، أهم شيء لرؤيا، يعني كانت أكيد إطلالتي هون وبحب دائما أرجع أطلع عليكم، وأنا كثير كثير مبسوطة. بس اليوم في ناس رح يغطوا عليكي سلمى، معلش اسمحي لي. طبعا زين عمالي أجرب أقنعه أقول له مامي شاين لايك ستار، بس هي زعلان. وتايم أول مرة بنشوف، يمكن زين شفناه أول مرة صح؟ تايم يعني اليوم الظهور الإعلامي الأول له. مزبوط. هي تيموز تايم متحمس، تايم أكثر من متحمس زين. ممكن يدمر لنا الاستوديو بعد شوي. بس ما يتحمس كتير. هلا زين بيشبهك صح ولا ما أخذ من بشار كمان؟ بدك تزعلي بشار. بشار ما تزعل مني ولا إشي شخصي. بشار أنا كنت عم بدور على الكاميرا لقيتها بعد شوي. بس شوفي أنا دايما أنا وبشار متخانق، أنا بحس زين بيشبه ماما بالضبط، وتايم بيشبه أبوي. وإنت ما الكاش دخل بشار. ما إلوش دخل، إنت بس بتطلع المصاري وبتصرف. صباح الخير بشار غزاوي، أكيد اشتقنا له كمان، وكل عام وإنت بألف خير. ميرسي كلك ذوق. ميرسي سلمى، وين هالغيبة؟ يعني احكي لنا شو كان عم بيصير معك، نعرف انه كان في انتاج جديد هو تايم، بعرف انه اخذ اضطريت انه عشان الولاده وعشان سيد تيمو انه بوقف شوي شغل، وكمان في عندنا سفرتنا كمان، هلا صرنا مقيمين بالسعوديه. كمان بحيي كل الشعب السعودي وبسلم عليهم، عيدكم مبارك، واكيد بلدي الجزائر كل سنة وانتم سالمين، وبس هيك ظروفنا يعني، بس أكيد إلا ما نرجع الأردن. يعني إذا بتسألي زين، زين تقولي له زينو أي بلد أنت تحب أكتر إشي؟ ما بده ما بدك تقولي في السيارة، أنت تقولي ليش قلت لنا بدنا نيجي على جوردن وهذا، أحكي لي خلاص. بس نضيفه الحلو يمكن بيصير بده يحكي صح زين؟ ممكن. هلأ ما حدا يحكي مع زين، ما بدوش. طيب سلمى خبرينا كيف الحياة بالسعودية، قدي أخذك وقت هيك لا تتأقلمي؟ ونضيفك قهوة وأنت عم بتخبرينا. شكراً كتير. قولي لنا كيف الحياة بالسعودية بعدين، هلأ أنت خبرة بالقهوة الشقرة بالسعودية مزبوط؟ بالضبط زاكية عندهم. ميرسي كلك ذوق. ميرسي عطوسيو مامي. بعدين ثلاث لغات، فرنسي اولادي بيحكوا فرنش بحكم انه انا بحكي فرنش، بس اكيد العربي اول إشي يعني. مثلا زي بالمدرسه حطيته بلغه، هو بانترناشنال سكول، بس في عندك تشويس انه مثلا يدرس يا فرنسي او انجليزي او انجليزي وعربي. فضلت العربي اكيد عشان يتعلم الكتابه، واكيد يتعلم يقرا قران، لانه يعني بتخيل انه اللغة العربية من أصعب اللغات، إذا ما تعلمها الواحد وهو صغير صعبة. مظبوط. صح يا تيمة؟ عليك يعني محافظة على جمالك أكيد. حبيبتي. طبعاً بدي أعرف كيف توفقي بين الفن وبين الأولاد، ما شاء الله هلأ صاروا تنين يعني. شوفي هلأ والله آخر إطلالة لي كانت عبر شاشة رؤية، وبعد ما إجا تيمو وأنا كنت لساتني عم بصور وكنت حامل في تيم يعني. بعديها وكمان مع السفر وهذا لسه ما رجعت سويت شيء. تخيل هلأ أنا مهتمة بالأولاد بس يكبروا شوي، لأنه بتعرفي إن كان الفن بده وقت، بده هيك الواحد يعطيه من حياته، فبتخيل تيمو زين هلا اولى تاركه الشغل هلا لبشار. تاركه الشغل لبشار. كيفه بشار؟ والله كثير منيح، بيسلم عليكم. الله يسلمه يا رب. الله يسلمه. وين بابا؟ محمود طبعا يعني بتعرف سلمى وقدمت كثير اعمال برضه، كنا بنحكي عن خالد مصطفى. الله يخليك يا محمود، شكرا. اهلا وسهلا فيكي دائما بالاردن، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، شكرا كلك ذوق. كل عام وانت بالف خير. الله يخليك وانت كمان. محمود عملك مع خالد مصطفى بيشبه رمانه ولا شوي بعيد؟ لا مختلف شوي. مختلف طبعا. لانه دائما خالد هيك هو العنوان اسمه هلا والله. هلا والله مبروك. الله يبارك. مبروك. تمام. بالنسبه لمثلا بعرف انه في فنانين بيشوفوا الاشخاص او فنانين من الاردن طلعوا ببرامج المواهب او برامج هواه، وبتحس انه اختصر شوط مهم عليهم طبعا. انت شو رايك بالموضوع؟ لا هو البرامج بحسها مهمه للظهور للفنان، بتوفر عليه كثير بالنسبه طريق صحيح طريق يعني
تختصر عليك تقريبا 10 سنوات شغل البرامج المواهب. اكيد عاده البرامج بعدين لازم الفنان انه يتابع برزق. بعد يعني هون اخذ مساحه حلوه فلازم يتابع عليها طبعا. هذا طبعا دي سيما ما سلمى بغيابك كنت عم بتتابعي ايش في اعمال جديده اردنيه و... والله حضرت نجم الاردن ابدعت فيه الصراحه يعني بتبع هلا برامج تلفزيونيه على قنوات ثانيه كمان وبحس انه يعني الفرصه اللي عم تعطى للشاب العربي اليوم غير ايام زمان يعني صح. فعلا انه الظهور الاعلامي بيساعد الواحد انه بيختصر هذا الطريق الطويل وكمان في عندك كمان السوشيال ميديا صارت تساعد كثير يعني يعني الواحد إذا بيحط الشغلة براسه بحس أنه الطريق صار أهون مزبوط. بس مش معنتها أنه أسهل مش معنتها أنه أسهل لأنه المنافسة كبيرة والانتشار متاح للكل مظبوط وين بدك تروح؟ دين زين قاعدك عم بغازل الكاميرا وبتخبط طيب هو فكرة زين بتعرفي كثير بيستحي هذا طالع مافيا بس هذا طالع بيستحي كثير هذا مافيا كبير بعدين ندعم تقول لي كيف زبطتيها واحد اشقر واحد ما شاء الله بحظه فيهم قلت لها لا انت بدك تشوفي كثير مرات الناس بيفكروا انه بصبغ شعر زين بقول لهم الله يسامحكم يعني كيف بدك تصبغ له شعره ولد 4 سنين الله يحميه مبسوطه كثير انكم معنا عن جد بهالجمعه الحلوه